الناقد السينمائي الجريء الأستاذ طارق الشناوي. مساء الخير. أهلا. مساء الفل. برحب بيك النهاردة على كرسي الاعتراض. أهلا بيك. لما بتسمع كلمة اعتراض بيجي إيه على بالك؟ الحقيقة التعبير في حد ذاته إني أعترض أو إني بحس إنه الواحد مش بالضرورة يعني يبقى الاعتراض هو أول رد فعل، ممكن يبقى فيه موافقة. لكن الناس اتعودت على إنك في كتير من المهن بيبقى أول حاجة هو الاعتراض. او انا اعترض اذا انا موجود. أيوة. مثلا انا رايي لا، مش بالضروره الاعتراض هو الشيء الصحيح في الحياه، لكن كمان لا تخلو الحياه حتى تتقدم من وجود اعتراض. لما بتيجي حضرتك تشوف عمل فني بتنقده في البدايه وانت قاعد بتتفرج كده، بيبقى في داخلك الاعتراض في الاول؟ لا. ولا تدي الاوكي عليه ولو في حاجة تعترض؟ لا، أنا ليا طريقة. يعني أنا دارس صحافة، خريج إعلام وخريج معهد السينما. أيوة. فبالتالي يعني من الناحية الأكاديمية عارف أنا بعمل إيه. لما بدأت المهنة كان بدأت تلاقي إن في مكاتب للصحافة انتشرت قوي، والمكاتب دي تبقى عايزاك تعمل حوار مع نجم أو نجمة ياخدوه غلاف، وطبعا بتتقاضى أجر. النجمة أو النجمة اللي أنت هتعمل معاهم حوار عادة بيبص لك أنت كتبت عنه إيه، سلبا ام ايجابا. اذا سلبا مش هيقابلك، ايجابا اوكي. فقررت ان انا اكتب عن الفنانين اكتر ما اجري حوارات، برغم ان اجريت حوارات طبعا، لكن ما بقاش قوي تحت قاعد مقصله النجم موافق انه يقابلك او مش موافق، وبالتالي عشان تعمل الحوار للجريده العربيه اللي انت بترسلها. وعشان كده يعني قررت ان انا فعلا اكتب عن الفنانين. في فنانين ونجوم بيتقبلوا النقد، وفي اخرين زي اي شان اي انسان بيحب دايما الكلام الايجابي.